رئيس الحكومة يتشبث بالدستور في ترك منصبه. رفض الاستقالة أو الإقالة خارج أسوار البرلمان ومضى في نشاطه العادي. موقف لحبيب الصيد اعتبره البعض وليا للذراع مع رئيس الدولة، أما رئيس الحكومة فبدا صلبا في خياره مع إبداء تفاعل إيجابي مع مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. الآليات اللي نص عليها الدستور في إنهاء مهام هذه الحكومة واضح، إما بطلب من رئيس الجمهورية للبرلمان أو بطلب من مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمجلس النواب. هذه الآليات المنصوص عليها دستوريا، ونحن في كل الأحوال متشبثين بهالآليات الدستورية هذه، لأن نحن نعتبر أنفسنا أمناء على النظام الديمقراطي. وضمن نسق ماراثوني يمضي الرئيس التونسي في مشاورته لقاءات مكثفة واجتماع ثان خلال ساعات مع الأطراف المعنية. النتيجة الاتفاق على ورقات عمل تهم برنامج الحكومة الجديدة وهيكلتها. البيجي قائد السبسي رد على رئيس حكومته بأن مشكلة البلاد ليست في شكل الاستقالة. بينا ما خلطوش، احنا عمرنا ما قلنا شكون اللي باش يستقيل وشكون اللي ما يستقيلش، احنا ما وصلناش للحالة هذه. لكن سامحني، مش هذه المشكلة نتاع تونس، المشكلة نتاع تونس عندنا وضع صعب حبنا نخرجوا منه. إذا كان اقتضى الأمر أن يتم معناتها سحب الثقة من الحكومة هذه وإعطاء الثقة ومنح الثقة لحكومة المقبلة عن طريق البرلمان، فأنا ذلك سيتم، لكن الآن معناتها مازال ماهوش هذاك هو الحل. ترقب كبير في تونس لنتائج المشاورات وتسابق مع الزمن قصد الخروج مما يشبه أزمة في الحكم. الكل هنا في انتظار الاستفاقة من الرجة السياسية المتأتية من مبادرة رئيس الدولة. عوائق عدة أمام حكومة الوحدة الوطنية: تباين في المواقف وتشبث من قبل رئيس الحكومة بالدستور في حال إقالته، مأزق سيعسر حتما المرور من الفكرة إلى الإنجاز. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.